كانت عم صور بالشام مسلسل حواء، وبتذكر كانت شي الساعة 6 أو 7، ما بنسى. كنت عم صور مشهد، ماي كازن حرام بعتت على الجروب انه I'm sorry guys انه هيك صاير مع بيكون. ما استوعبت، قلت خليني اخلص المشهد وبعد. بنص المشهد بيجا بدق تليفوني بنت جيراننا سارة، شو بيه بيك؟ شو صاير معه؟ قلت لها شو صاير معه؟ قالت لي اه سوري يمكن ما كان لازم احكي. دغري طبشت الخط، فتت قلت لهم بليز بدي بس شوي 10 دقايق لحالي. دقيت لمام، قالت لي انه بيك طلع معه بريست كانسر، بس اتس اوكي ايرلي ستيجز، ما في شيء بخوف. رح نعمل له عمليه ونبلش تراتمون.